بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني ومتابعاتي حبايب قلبي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم، أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على اللايك، وانطيهم قلب آني وكون ممنونة منكم. متابعين متابعاتي، هذا مطار كركوك الدولي، رحنا نستقبل أختي أنا وأبو يونس. شوفون حبيبات الغاليات، أختي الكبيرة يعني أكبر كليتنا، راحت للحج هي وزوجها ابن عمي أبو ستار. شوفوا هذا الدفوف كلها يعني واقفة العالم تنتظر حجاجهم، وأني قلت أصور لكم مقتطفات من الناس الواقفة والحجاج هذولة. شوفوا حبيباتي هسه راح أشوفكم من يجون الحجاج، همينة يعني استقبلهم. أني كنت أنتظرهم يجون يعني مو بهذا الباص، عبالي بالباصات الكبار، فما تفاجأت من شفتهم بهذا الباص جوي. شوفوا حبيبات الغالية جاي ينزلون الحجاج، هذا زوج أختي نزل، وهسه عاد أختي طبعا كثير لقطات، هذول ولاد العالم، ذولا مو ما أعرف يعني بهذول إلنا. وهسه أختي تنزل بعدها، هيا أنها هاي أختي لابسة أسود وحجية براسها، هاي أختي، وهذا زوجها كبالها بالأشماغ، وهذا ولادها جاي يتلقونها. شوفون حبيبات قلب الغاليات، هنا عاد بعد ما كملنا أخذناها وجاي نطلع، فأبد ما سرعت لكم الفيديو هذا، خليته على الطبيعة يعني ما سويت له سرعة حتى تشوفون يعني العالم، وشوفون سيارات العالم اللي جاية تاخذ حجاجهم. يعني شلون أقول لكم، منظر تقشعر وله الأبدان من قولاتهم، يعني فد حلو. أنا بكيت والله بصراحة، يعني المنظر حيل، شفت ولادها وشون فرحانين، ويعني دموع الفرح صدق، يعني دموع الفرح. يا ريت كل مسلم ومسلمة يروحون ويزورون بيت الله الحرام. حبيباتي الغاليات، إن شاء الله إن شاء الله يوم إلي وإلكم إن شاء الله يسهل لنا الله سبحانه وتعالى، يسهل لنا الروحة، لو حتى لو عمره يعني حج ما يوقع بالإيد. أختي وزوجها كانوا مسجلين من 2018، هسه يلا طلع أساميهم يعني هالشهر الفات طلعت أسماءهم وراحوا. يعني شوفوا يعني اللي يسجل على الحج والله يعني شوية صعبة، بس اللي عنده إمكانية ويقدر يروح. أنا لو عندي إمكانية من زمان رحت عمره، لأن الحج ما يوقع بإيد كل واحد، هي حظ والله حظ، اللي حظها قوي يطلع اسمها بالحج. ولو أختي والله يعني الحمد لله والشكر، بس حيل تعبانة تعبانة ما تقدر تمشي يعني، وزوجها همين مثلها خطية ما يقدرون، يعني حيل تعبوا، وكانوا بحيلهم يعني 2018 قبل 7 سنين ما كانوا فد مرة يعني تعبانين، بس هسه من طلعت الأسماء حيل تعبانين، والحمد لله والشكر راحوا ورجعوا بخير وسلامة. هنا احنا عاد طلعنا من كركوك الحبيبة ورحنا للقرية مالت بيت أختي. شوفوا الأذرة الربيعية زارعينها وطالعة، يعني كلش حلو المنظر، يعني أخضر القيعان كلها يابسة، بس المكان الأذرة كلش حلو لون أخضر، فزفيناها زفت العروس. شوفوا حبيباتي هي وزوجها، السيارات ناس ورانا وناس قدامنا، بس أحلى شيء الكية اللي ورانا، كية الحمل كلها أحفادها صاعدين بيها من ورا، بس ما قدرت لي وراء يعني ورانا كانوا ما قدرت، بس بنهاية اللقطات هذه راح تفوت الكية قدامنا وتشوفون الجهال، ولو هو يعني منظر بسيط يعني لقطة بسيطة اللي نوصل احنا البيت. شوفن حبيبات قلب الغاليات، هنا علينا بدينا نوصل لبيوتهم او بيتهم، هاي البيوت لهم يعني كلها لهم، هاي البيوت الهم يعني الزوج اختي والولد اخوه، يعني كلهم موجودين هنا وولاده، يعني بيوت الهم معمرين بقاعتهم.
شوفوا حبيبات الغاليات، يعني بدينا نوصل القرية، بدينا نوصل البيت قصدي. شوفوا حبيباتي، هذا شوفوا هاي بيت ابن أخوه، الله يرحمه، ابن أخوه توفى الله يرحمه. هنا بالبيت الاستقبال، بالبيت اللي ما صحت لهم سيارة ويروحون، البقوا البيت. شوفوا حبيباتي تاي يستقبلونا، لازمين الطليان بديهم. شوفوا يا غاليات، هذا عاد جاي ينزلون من السيارة، تعبانين والله خطية، جاي ينزلونهم من السيارة. هسه عاد يقولهم دوسوا على دم الطليان، يشوفوا خطية ويلادهم. الله الحج يبكي وهم ويلاده يبكون كلهم بناته، أنا أصور أمسح بدموعي. يعني حيل خطية، يعني كانوا يعني شلون غايبين عنهم من 30 بالشهر، راحوا وما متعودين على الفراق، 24 ساعة هم وياهم بالبيت. شوفوا حبيبات الغاليات، هذا ابنها، ابن اختي الكبير ستار، هسه يحضن امه. هسه راح اشوفكم حبيباتي شلون يحضنها خطية. شوفني يا غاليات، هي انا شلون حضنها، حياتي الله يخليها الي ويخلي الها يا رب العالمين، ويحفظ ويلاتكم همينا ان شاء الله. حبيباتي الغاليات، شوفوا وين عاد الروح نطب عاد على البيت، هذا ويلاتها وبناتها، شوفوا حضنوها كلهم ويقودون بيها. والاخر يعني اخذوا ابوهم، لان اني ما عاد اقدر من كثر العالم، طبعا مو عالم ماكو غريب، كلهم احفادهم واولادهم وبناتهم واحفادهم، يعني ماكو احد غريب. هذول الطليان اثنين ذبحوا، هم ما شاء الله عندهم حلال، ذبحوا طليان اثنين جو رجل امهم وابوهم. شوفوا حبيبات الغاليات، وهالسعاد يعني هذا صارت الدنيا عصر، لان مسوين عشاء سووا الطليان اللي ذبحوها، سووهن عشاء. شوفن حبيباتي، لان الظهر كانوا مسوين دجاج ذبح، احنا وصلنا ساعة بالاثناعش ونص، فلمن ما ذبحوا قالوا للعشاء نسوي عشاء، وبالبيت مسويات دجاج ذبح للعالم، يعني العالم ماكو قلت لكم غريب كلهم، بس يعني هم وبس اني وابني ابو يونس وياهم، ماكو حد، واختي ام احمد ام اماني همين موجودة هي وعيلتها. فكانوا مسوين الظهر دجاج ذبح، وهسه عاد العشاء الطليان يعني اللي ذبحوهن سووا عليهن بامية وقلوا اللحم وخلوه فوق الثريد. شوفن حبيبات الغاليات، والله العظيم كانت يعني مناسبة، تمنيتكم ويانا كلكم والله. شوفوا حبيباتي، والأكل ما أقول لكم، يعني ما شاء الله عاشت إيديهم الشناين، وبنات أختي، هي بنت أختي ومطن، هي اللي طبخت هي وشنتهم، أم سيوفي عاشت إيديهم. حبيباتي الغاليات على هذا الطبخ الزين، وتمنيتكم ويانا والله العظيم كان شقد طيب حبيباتي، وسهمكم ألف عافية. متابعيني متابعاتي، نسيت أقولكم ألف هلا بالمشتركين والمشتركات الجدد، نورتوا قناتي وهي منورة بالعتيجات والوسطانيات حبيبات قلب الغاليات. شكرا جزيلا لكم وتعليقاتكم الحلوة حبيبات قلبي. طبعا إذا تسمعون صوت أحفادي، والله العظيم اليوم جمعة قلت لكم، يعني اليوم جمعة وجاي منتج، لأن البارحة يوم الخميس هم أجوا من العمرة وأني رجعت بالليل، ورا ما تعشينا رجعنا من القرية، فحبيت يعني كنت تعبانة والله وكهرباتنا مو تمام، فنمت بالليل ما سويت مونتاج. هسه عاد سويت المونتاج كملت، وقلت خلي أسجل صوتي حتى أنزل لكم إياه العصر. طبعا وصورتي موجودة أني وأختي على الستوري مال الأنستا، اللي حابة تشوفني أني لابسة نظارات حبيبات قلبي الغاليات، وأسلم على أختي. وبالأخير عاد بكيت حبيباتي الغاليات، إلى هنا أشوفكم فيديو جديد آخر، وإن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، وأقول لكم مع ألف سلامة.